دائما تابعوا بلبنان. اهلا بكم يا اصدقائي في سبوت اون المشاهير. حصل الممثل التركي اورغونيش جائزة افضل ممثل عالمي في السنة في حفل توزيع جوائز الموركس دور في دورته الاولى في دبي بعدما كان في بيروت. وشكر أور محبيه ومعجبيه ومنظمي الحفل على تكريمه وعبر عن سعادته بقدومه لدبي. والتقى النجم التركي بالعديد من المشاهير العرب والتقطوا معه العديد من الصور، ومنهم الإعلامية منى أبو حمزة والتي كرمته، والممثلة ماجي أبو غصن وداليدا خليل، والإعلامي أحمد قاسم وعدد آخر من الممثلين والإعلاميين. وصورت الممثلة ماجي أبو غصن هذا الفيديو اللطيف معه. النجمة اللبنانية ماجي أبو غصن عم بترحب بالنجم التركي أورغونيش، شو بدك تقولي له؟ بدي أقول له إنه نحن بنحبه كتير وبنتابعه بلبنان. I love your acting. You're very famous in Lebanon, really. ماجي تشوك مشهور بير لبنان أكتر. يعني هيك. سبلتوني. We love you. محمد عبد الجليل.